أهلا بكم في جامعة دار الحكمة. للتقديم، أولا ابدأ بتعبئة استمارة تسجيل إلكتروني كاملة عن طريق الموقع الإلكتروني www.dah.edu.sa. ثانيا، دفع رسوم فتح الملف عبر التحويل البنكي. ثالثا، رفع مستندات القبول المطلوبة على الموقع الإلكتروني. رابعا، اجتياز الاختبارات والمقابلات المطلوبة. خامساً، انتظار النتيجة. سيتم إرسال خطاب القبول عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية. سادساً، دفع رسوم حجز المقعد والتي تبلغ 5000 ريال عبر التحويل البنكي وتسليم المستندات المطلوبة لمكتب القبول. سابعاً، دفع الرسوم الدراسية ومن ثم استلام جدول ملحقاته. لقد تم اكتمال التسجيل. مرحباً بكم في جامعة دار الحكمة. لمزيد المعلومات يوجد تواصل معنا عبر